تعالى كده اقولك ازاي تقدر تنشئ حساب على منصة شات جي بي تي وكل ده مجانا زي ما انت شايف كده، حتى كمان تقدر تتواصل معاه عادي جدا. اهلا شات جي بي تي. اهلا بيك، عامل ايه؟ الحمد لله تمام. ممكن تقولي مين هو الرئيس الحالي للولايات المتحدة الأمريكية؟ الرئيس الحالي للولايات المتحدة الأمريكية هو دونالد ترامب. تعالى كده نبدأ نعمل حساب على منصة شات جي بي تي. تعالوا بنا كده الأول بتنزل التطبيق على التليفون. لو أنت عندك كمبيوتر استنينا بس دقيقتين أو تعدي الفيديو دقيقتين هتلاقيني بشرح على الكمبيوتر. فدلوقتي خلينا في التليفون الأول، بتنزل التطبيق شات جي بي تي، تضغط عليه ضغطة كده وقول له هنا متابعة عبر اللي هو حساب جوجل، تضغط عليها ضغطة كده. طبعا احنا نعمل حساب كله مجاني، كل ده بيتم بشكل مجاني. طيب دلوقتي بتستنى شوية لحد ما يحولك على حسابات جوجل، بتختار أي حساب عندك وبعد كده بتديله شروط الموافقة وقول له هنا متابعة. هتستنى شوية لحد ما يتم تسجيل دخولك على المنصة. طبعا بتكتب اسمك واسم العائلة، تكتب برضو اسم العائلة بتاعك انت، بقى طبعا بتكتب تاريخ الميلاد بس المهم يكون تاريخ صحيح، فانا دلوقتي هكتب معاكو كده التاريخ. تمام. بعد كده بنضغط عندنا على كلمة متابعة، تنتظر شوية لحد ما نشوف يوجهنا على الصفحة اللي بعد كده هتكون ايه. هنا بيقول لي ادا كده خلاص انت كده انشأت حساب مجاني، وقال لك هنا يمكنك المساعدة. طبعا تقدر تسأله في اي حاجة، يعني مثلا ميزة شات جي بي تي ان هو بيكون محدث غير التطبيقات التانية. يعني ازاي؟ ما هو الرئيس الحالي للولايات المتحدة الامريكية؟ طبعا ميزة التطبيق ده لما تيجي تسأله اي سؤال على طول بيرد عليه بأحدث الاخبار. يعني هنا انا بقول له الرئيس الولايات المتحدة الحالي، قال لي هنا دونالد ترامب، وكمان بيكتب لك المصادر اللي انت عايزها. غير التطبيقات والمنصات التانية زي ديب سيك او ام اي شات اللي هو لسه نازل جديد، بيكون كل ده محدث باخر اصدار له في 2021 ولا 2024، لكن شات جي بي تي حتى لو كان الاصدار المجاني بتاعك هو لسه محدث. طبعا تقدر تتكلم معاه، مجرد بس ما تيجي تضغط في الجنب هنا كده بتبدأ تتكلم معاه بأي صوت انت محتاجه زي ما انت شايف كده. انا متحمس. مرحبا، اريد فقط ان اشاركك مدى سعادتي بالعمل معك. دلوقتي على سبيل المثال ان انا هاخد او هختار الصوت اللي معاكو ده، ممكن اكلمه زي ما انا عايز. اهلا شات جي بي تي. اهلا وسهلا، كيف حالك اليوم؟ ممكن تكلمني باللهجة المصرية العامية؟ طبعا، ازيك، اخبارك ايه النهاردة؟ الحمد لله تمام. الحمد لله. ممكن تعرفني مين هو الرئيس الحالي للولايات المتحدة الأمريكية في 2025؟ الرئيس الحالي للولايات المتحدة الأمريكية هو دونالد ترامب. طبعا زي ما انت شايف كده هو قال لك دونالد ترامب، لكن ده يعتبر أحدث إصدار له حتى لو انت معاك النسخة المجانية. طيب تعالى ممكن نروح عندنا على الكمبيوتر واقول لك ازاي تقدر تنشئ حساب على تشات جي بي تي. كل عليك بس بتخش عندك على منصة تشات جي بي تي، بعد كده بتروح عندك على كلمة التسجيل، تنتظر شوية لحد ما يتم توجيهك على حساب جوجل، قول المتابعة باستخدام حساب جوجل، بتديله كل الشروط الموافقة عادي جدا زي ما احنا عملنا في التليفون بتاعنا. تنتظر شوية لحد ما يتم فتح هنا المنصة زي ما انت شايف، وعايز تسأله بقى أي حاجة هنا عنك، مثلا علاج، ممكن يحل كويز زي ما انت عاوز، براحتك براحتك خالص. دوس في الأخبار، يعني مثلا حتى كمان هنتكلم مثلا عن معلومات عن العلاج الكيميائي. تمام. طبعا هو بيقول لك هنا الحقن وكل حاجه، يعني ممكن يجيب لك كل المعلومات اللي انت عاوزها في المجال الطبي او المجال الهندسي، في المجال الزراعي الصناعي، زي ما انت عاوز تتكلم معاه. يعني في حاجه اسمها كومبو تطبيق التفكير المنطقي. التفكير المنطقي دي المنطقي ده خاصيه هو بيقولها لك، يعني من حاجه اسمها اللي هو الديب سيك برضو او الديب اي اي، فممكن تقدر تستخدمها عادي جدا. عندك زرار البحث، البحث ده بيبحث عن المعلومة اللي انت كتبتها، بيدور لك عليها على المنصات اللي موجودة على جوجل. فدي طبعا مميزات شات جي بي تي، وان هو احدث من اي تطبيق تاني. بيقول لك المعلومات في 2025 تاريخ النهاردة، غير التطبيقات التانية لما تيجي تسألها اي سؤال بيقول لك انا محدث لحد 2021 او 2023. وكده اتعلمنا طريقة تسجيل دخول او انشاء حساب على منصة شات جي بي تي. يا ريت لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة، ونشوفكم في حلقة جديدة. دمتم بخير، مع السلامة.